تطلع بلاش يا ولا الشك على تساحت راحت مطرح ما راحت الشك على تساحت راحت مطرح ما راحت كل البنات ارتاحت وانا عايزه الشوكولاته يا ولا. مش عايزه ابقى طماع بس انت ما نفسكيش تغني لشاديه وهدى سلطان يزعلوا منك؟ انت حره. شاديه ممكن مثلا اقول لشاديه من كتر ما هي ليها اغاني كتير قوي جميله الواحد يختار يعني يغني لها ايه. اوكي. إياه يقسى عليا إياه ينسى اللي كان لسه الليالي جاية وأكتر من زمان إياه يقسى عليا إياه ينسى اللي كان لسه الليالي جاية وأكتر من زمان ويا حيرته آه يا ويلو في نهار الشوق وليلو ويا حيرته آه يا ويلو في نهار الشوق وليلو ولا يهمك يا عين هيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين. انت تجليتي في دي يعني مش عايز اقصى عليكي بقى في موضوع هدى سلطان. شاهيناز انت لما رجعتي انت يعني كنت من الناس اللي مشيت مع شركات انتاج كبيره، استاذ محسن جابر، استاذ طارق نور، روتانا في الوقت اللي كانت روتانا تقريبا بتحكم فيه سوق الكاسيت، لكن رجعتي على تركيبه جديده لسوق الغنى فاخترتي مساله السنجل. شايفه ده ازاي؟ يعني هل كان قبل كده الموضوع كنت حاساه منظم اكتر؟ هو طبعا كل وقت وله ظروفه، احنا حصل تغيرات كتير جدا في سوق المزيكا او في المجال الموسيقي والفني عموما، فبقت الناس السوشيال ميديا دلوقتي، زمان الناس كانت ممكن تشتري السي دي، دلوقتي قليل قوي لما تلاقي حد بيشتري السي دي الا لما يكون حد بيحب فكره انه يبقى معاه الحاجه الاوريجينال، معاه المطرب اللي بيحبه، شايف الكفر بتاع السي دي بتاعه، عارف اسامي الملحنين والناس المؤلفين والناس اللي اشتغلت، وخاصه انه برده ما بقاش صعب يعني جوجل والكلام ده، كل الكلام ده بيطلع والبرامج اللي هي الجديده بتاعه الغناء، التحميل الالكتروني والمتاجر الالكترونيه والحاجات دي كلها، فما بقاش فكره ان انا اقتناء السي دي ما بقتش زي زمان. الوقت بقى ضيق عند الناس، يعني دلوقتي انا شخصيا مش عارفه المستمع يقدر يسمع 15 و20 اغنيه زي من 10 سنين فاتوا، بتهيألي صعب شويه. ففكره ان احنا لجأنا للميني البوم، الميني البوم لحاجتين احنا بقينا بنعمله عشان ما فيش شركات انتاج كتير او قليل قوي، لما تلاقي مطرب بينتمي لشركه انتاج ومتحمله نفقات انتاج وتكلفه انتاج المحتوى الفني اللي هو بيقدمه، فبقت تقيله على اي مطرب مهما كان حجمه على فكره ان هو يقوم باداء او يقوم بانتاج كل المحتوى الخاص بشغله. فبقينا بنلجا للميني البوم لده، وكمان الاغاني السنجل يعني، والى جانب كمان فكره الانتاج، الظروف الانتاجيه اللي احنا بنمر بيها، الناس ما بقاش عندها وقت تسمع كل ده يعني كده او كده، حتى لو انت عامل في الالبوم بتاعك او السي دي بتاعك 15 اغنيه، مش كلهم هياخدوا نفس التركيز من المستمع، مش كلهم هياخدوا يعني، انت بتخاطب اذواق كتير قوي وكل حاجه ممكن تلاقي الناس اللي تحبها، لكن في الاخر الناس بتركز على 5 6 اغاني اكتر اغاني في اي سي دي، هم دول اللي بتسمع. فاحنا بقينا بنعمل ده، طب خلاص نركز قوي في 5 6 اغاني نقدمهم بشكل كويس قوي، نصرف عليهم كويس قوي من حيث انتاج الموسيقى، تصوير الفيديو كليب، الحاجات دي كلها، ونقدمه للناس في شكل ميني البوم. ده حل مشكله الانتاج بقدر كبير جدا، وفي نفس الوقت السنجل بتعمل ده، يعني بدل ما المطرب مثلا يقعد 3 سنين ما يقدمش البوم، ممكن يقعد ال3 سنين دول بيحضر الالبوم بتاعه، بس في خلال ال3 سنين دول بيقدم سنجلات، ممكن يقدم مثلا على مدار ال3 سنين دول 4 5 سنجلات يعني. انت مثلاً في بالك لسه مساله الالبوم، انت انا اوريدي بحضر للالبوم بتاعي، وان شاء الله قريب جدا هيكون
يعني موجود للناس باذن الله. بس احنا هنسمع منه حاجه دلوقتي؟ لا مش خالص. هنسمع منه حاجه ولا حاجه خالص؟ لا. ولا حاجه عشان خاطر الناس اللي قاعده دي ولا اي حاجه؟ هقول لك حاجه. انا ما اقدرش ان انا اقدم حاجه للناس الا لما انا واثقه مليون في الميه ان الحاجه دي الناس هتسمعها كمان شهر. البوم خلاص هيطلع، مش معقول فيه 10 12 15 اغنيه. بس خليهم. انا ممكن اقول لك اسامي الكاست، لكن المحتوى نفسه صعب شويه، لان ولا حتى جملتين كده حاجه كده كلام يعني. اوعدك ان يبقى ليكوا الصفقه تسمعوا الجديد. ما هو احنا مستبقاه يعني مش معقول يا شاهيناز، يعني 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 حاجه بس للناس شوقيهم كوبليه كده، واحنا مش وانا مش هطول عليك يعني. انت الكوبليه اللي هتقوليه انا حرضه على طول. هي المساله دي معقتنع. المساله دي معلش خليها مفاجاه، خليها مفاجاه للناس. بس اقدر اقول لك ان انا طيب ان شاء الله، يعني ان شاء الله اوعد الناس ان انا هقدم لهم يعني. انا هنشوف بقى وهقدم لهم حاجه مختلفه يعني. و طب مين بقى؟ احكي لنا مين شغاله مع مين. المؤلفين يعني في ناس اول مره بشتغل معاهم، في ناس اشتغلت معاهم قبل كده. يعني مثلا معانا محمد عبد الحميد. محمد كاتب لي من انجح الاغاني اللي انا غنيتها، كاتب قلبي موصيني، وكاتب بحب بطريقتي، وكاتب لي اغاني كتير. مصطفى الريدي اللي كتب لي اغنيه على ايه اللي التقيت بيه في اول شغلي خالص، معانا ان شاء الله في الالبوم ده. استاذ محمد الصواف معانا، معانا ايمن شحاته، معانا اسامي كتير. التوزيع الموسيقي والتلحين لحد دلوقتي ادم حسين، الا اذا فكرنا ان احنا نضيف حاجه لحد تاني. اوعد الناس ان شاء الله ان هي هتسمع حاجه مختلفه، يعني يا رب ان شاء الله يحبوا الاغاني زي ما انا حباها باذن الله. يعني اكيد يعني احنا متوقعين ان شاء الله ان تكون حاجه كويسه طالما عامله بقلب وجهد يعني. طيب الفنان ما بقاش بس غنى ولا بس فن. النهارده احنا بنتكلم مع الفنان بقى حاجات كتيره جدا جدا، لوك وسوشيال ميديا وغيره وغيره وغيره، حاجات كتيره جدا ممكن تحكم عليكي وتطلعك فوق او تنزلك تحت. مصبوع. مهما كنتي مجتهده يعني. صح. احنا اولا اللوك شايفين نيو لوك، ايه القصه؟ وانت اصلا من هوايه ان انت تغيري كل فتره زي كل الستات يعني. انا اعتقد كل الستات بتحب دايما ان هي تغير شويه في الستايل، ستايل اللبس. لو تخينه بتخس شويه، لو خسه بتخس شويه. هو يعني في نوع بيغير في اللبس ولون الشعر، وفي نوع بقى اللي هو بقى مدمني عمليات التجميل. لا. اللي انتشرت. انت لا. من انصار لا. القصص دي؟ انا مش ضد عمليات التجميل في المطلق. انا معاها لما يكون في حاجه مشكله في الوش، مشكله في الجسم، في حاجه ديفو ظاهر قوي للناس حابين ان احنا نفسيتنا تبقى اريح لما ان احنا نعمله. لكن تجميل من اجل انها موضه؟ انت ما لجأتيش لا تجميل عمليات ما لجأتش، لكن ممكن الجأ لجلسات النضاره، ممكن الجأ للفيتامينز، حقن الفيتامينز، الحاجات دي كلها العاديه العاديه.